الو، تفضل. حبيبي، زاد فضلك. حياك الله، تفضل. معك اخ نظير. اتفضل يا استاذ نسيته؟ نظير. حضرتك نظير سني ولا الشكر. شيعي؟ شنو نسيتني؟ مع الاسف عليك، حضرتني ذاك اليوم. ما سمعت والله. حضرتك سني ولا شيعي؟ ايوه. لا والله، والله شيعي. ما نصير سني مسودن. طب اتفضل اتفضل، بدون بتاع، عشان احنا لساننا احنا كمصريين ممكن تسمع منه حاجات ملهاش لازمه يعني. اتفضل. مساله الخمس، كيف النبي صلى الله عليه وسلم لا ياكل الزكاه ولا ياكل من اموال الصدقه وهي اوساخ الناس، وجعلتموه ياكل من اوساخ الخمس؟ اتفضل. يعني انت تريد تبين انه الخمس ما موجود اصلا يعني كركن لو لا، شيء حضرتك شكلك مش او دين؟ متابع. حضرتك مش شكلك مش متابع. لا اشرح لك والله، اشرح لا لك بحاجه والله، بسيطه جدا والله يعني. متابع، انت حضرتك اسمك نزار، متابع ليك والله. اموال. طب ما تسمعني طيب يا استاذ. انت حضرتك ليك يلا اموال، حبيبي. انت اموال واكتسبتها من الحلال، فجيت تطلعها للنبي صلى الله عليه وسلم نعم وآل بيت النبي باسم الزكاه، نعم فالشرع قال لك لا، دي اوساخ لا، ما الناس ما الخمس، ياكلها النبي خمس صلى الله عليه وسلم. جيت تطلعها للنبي وآل صحيح. بيت النبي باسم الصدقه، فالشرع قال لك لا، دي اوساخ الناس ما ياكلها النبي ولا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. جيت تطلعها باسم الخمس، قام الشرع لهف منك ال 20%، واخد لي بالك، واكل النبي والعياذ بالله اوساخ الناس. طب ازاي؟ من قال ان الخمس اوساخ الناس؟ اما هو وليه مش انطيني اوساخ؟ روايه، اقول لك انا، انطيني انت بتقول ايه. من قال ان الخمس اوساخ الناس، صح؟ اي جميل قوي. بحاجه بسيطه، لو رحنا للزكاه هنلاقي ان احنا بنطلع الزكاه اللي هي فضل المال. يعني ايه؟ بيبلغ النصاب، وبعد ما بيبلغ النصاب بنشوف علينا فلوس قد ايه وبنطلعها، فجينا نطلعها للنبي، فالشرع قال لك دي اوساخ الناس ما ياكلهاش، يعني ده فضل المال ما ياكلوش النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. رحنا للصدقه، الصدقه ايه هي؟ الا اعطاء فضل الايه؟ الاموال اللي معاه، فالشرع قال لك دي اوساخ الناس. نروح للخمس، هو مش الخمس ده فضل المال برضه؟ معلش، هو مش الخمس ده فضل المال برضه؟ لا امال حضرتك ايه هو لا، الخمس؟ فرض الله فرض ان خمس آية موجودة، لا خمس حول ولا قوة ما إلا بالله. جاب بها أوساخ، ما جاب بها طب ما أوساخ، الزكاة وما برضو ما يجي جاش في فيها كتاب أوساخ الله حضرتك. بيقول طب الزكاة ما الزكاة أوساخ. برضو ما جاش فيها أوساخ، ولا الصدقة جاي فيها أوساخ؟ أنت متوقع تقول أنت ما هي يا الزكاة ابني أوساخ، دي الزكاة مو سميت في أوساخ. الشرع يعني من خلال الأحاديث، المعصومين عندك سموا الزكاة أوساخ الناس وسموا الصدقة أوساخ الناس. الصدقة لا تحل على محمد وآل ليه محمد، بقى؟ احنا ندرك ايوه هذا الشيء وانت ليه؟ تدرك ومتفقين عليه احنا. معلش، لا لا اما لا، بالنسبة اسمعني للخمس بس اسمعني، فهو انت قلت لله كلمة جميلة ولرسوله حضرتك، وآل سيادتك بيته. يا سيادة المعمم، يا سيادة المعمم، حضرتك قلت كلمة جميلة. قلت ايه؟ ان الصدقة لا تحل لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليه؟ اكيد ليه ما تحلش؟ ليه؟ والله، ما والله والله إيه، روح ناقش القرآن، ما تناقشني، القرآن يقولها يا عم. وهم ليه؟ ما انا عايز أكدوها حتى اسال على ليه؟ محمد ليه أكدوها. السبب؟ ليه السبب؟ وبعدين على فكرة، على فكرة القرآن ما قالش انها تحل ولا ما تحل، ما قالش. يعني انت بتقول روح ناقش القرآن، لا القرآن ما قالش يا باشا، ما قالش ان ما النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني ياكلش من الزكاة. القرآن ما قالش ان كلام النبي النبي، صلى الله كلام عليه النبي وسلم ما مو ياكلش قرآن. من الصدقة، القرآن ما قالش كده. يعني كلام النبي مو قرآن، كلام النبي مو قرآن. طيب خلاص، يبقى في الاحاديث. طب هم قالوا ليه بقى في الاحاديث؟ اجيب لك انا كلام المعصوم ان هم ما يحل للنبي صلى الله عليه وسلم اكل الصدقه لانها او من اوساخ الناس. اجيب لك؟ عجيب. انا عجيب. وياك ترى متفقين، انا متفق، جاي اقول لك انه ما ياكلون اموال الزكاه، ياكلون اموال الخمس. ايوه، والخمس هو هو معلش لله يعني الخمس ولرسوله. اللي انتوا اوجبتوه، معلش معلش دلوقتي عبد الله هو هو الحاج عبد الله، احمد هو هو الحاج احمد، صح؟ عبد الله هو الحاج عبد الله. يعني انت شو تريد؟ انت يعني انا تريد عايز اسال تعرف سؤال، انه هو مش في الاخر الخمس ده اللي هو مال العبد المسلم المسكين ده؟ يعني المال بتاع ايه العبد المسلم، صح؟ ايه طب ويا الزكاه ايه؟ اذا
والله هذا بعد هذا شرع شرع الله شرع بعد التتريت وعارك رب العالمين ما تعارك معلش يعني معنى ولا تعارك انا انسان يا اخي انا انسان بحاول افكر بفكر فكر معايا فكر معايا ازاي ربنا منع ازاي منع ربنا منع النبي صلى الله عليه وسلم ان ياكل من اموال الزكاه واسماها اوساخ الناس ومنع النبي صلى الله عليه وسلم ان ياكل الصدقه وسماها اوساخ الناس ولكنه في نفس الوقت هو المال هو المال وخلى النبي صلى الله عليه وسلم ياكل اكو عندكم حديث اسد خليني احكي احكي تفضل حبيب والله حبيبي انت زين اكو عندكم روايه موجوده قريت بالمسألة الحديثيه عندكم عن بريده يمكن انه الامام انه النبي بعث عليه السلام لخالد الذي كان يبغض علي يمكن هذا سامحها ماشي كمل طيب انا سامع بسمعك بس. سامحها لو ما سامحها ايوه كمل ايوه كمل ايه عايز ايه منها ايوه كمل الروايه ايه فيها ايه يعني انت بتستدل بيها ليه منها إيه؟ استدل بيها انه النبي انه بريده قال للنبي قال له يعني انت ليش تنطي شو اسمه ليش انطيت علي ليش انطيت الخمس قال له الخمس ان لعلي اكثر أيوة. يعني علي الله يفتح عليك الله يفتح عليك والله العظيم انت بني ادم بتفكر والله بني ادم بتفكر هاي من عندك هاي من كتبك طبعا ايوه أنا ما جايبش أيوة. من عندي والله العظيم وانا معاك وابصم بالعشره كمان بس الاموال اللي جابها بريده دي كانت باموال مين بوم اموال شنو الاموال اللي جابها بريده اللي علي بن ابي طالب له حق فيها اموال ايه وان يكن ما أموال إيه يا أستاذ أنا سألتك الأموال اللي جابها بريدة الأموال اللي جابها بريدة دي أموال إيه أرجع بس أقراها أرجع أقراها تفضل يا سيد المعمم تفضل والله مو معمم وأتشرف أنه أكون مش مشكلة معمم. مش مشكلة ما فيش مشكلة ما فيش مشكلة زين أن أنا عبد من عباد الله تفضل كلنا عبيد لله تفضل بس هات لنا الاموال اللي راح بريده يجيبها من اليمن هو علي بن ابي طالب كانت اموال ايه يا رب ايدي الشيعة اشياء وين عم الشيعة في المقام العليين معلش في عليين من تحت ان شاء الله نموتهم على كده لا مو تحت يا عم خليك بس في خليك في الرواية خليك في الرواية اي بس خليني اركز بالك عندك 37 سنة بتدفع خمس ومش عارف هو الخمس ايه اساسا خليك في الرواية هات الرواية الله اكبر اذا انت بعد هذا شيء من الله وانت جاي بقاله 37 سنة بيدفع الخمس وبنصب عليه ومش عارف الرواية فين حتى ولا اجيب ايه ولا منين ولا ازاي ولا اي حاجة لا والله هاي يا عم بس بس خليك بس انا بكلم الجمهور اللي عندي يا عم خليك بس في بريده بس يا عم خليك في بريده بس خليك في بريده شوف لنا المال اللي كان معاه ده مال مين هو عارف يا اخوان والله عارف والله العظيم ورب العزه هو عارف ورب العزه هو عارف خلاصه الحكم المحدد صحيح بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا الى خالد يقبض الخمس وكنت ابغض عليا ما شاء الله يا عم سيبك بس ما يا عم احنا عايزين المال عايزين المال جابوا منين بريده جاب المال منين يحكي بريده جاب المال منين كان في الجيش مع خالد بن الوليد يعني مال معلش من الاخر يعني مال مسلمين معلش يعني مال مسلمين ولا فيء ولا غنيمه ولا ايه بالظبط التي من أموال أهل اليمن أيوة اللي هو إيه بقى حضرتك أموال أهل اليمن أيوة اللي هو حضرتك الغنيمة التي حصل عليها من أموال أهل اليمن كما بينت الرواية اللي هي الغنيمة حضرتك أيه. اللي هي الفيء والغنيمة حضرتك الغنيمة إيه يبقى تقعد ساكت بقى خلاص على كده ما تتكلمش تاني بقى روح دور على الخمس والنصب اللي نصب عليك 37 سنة بتنصب عليك يجري يلا
يلا الله يهديك ويصلحك حالك، 37 سنة بتنصب عليك ومش عارف أساسا جابوا الخمس منين وراح منين، وجايب الحديث أساسا وهو عارف إن هو عارف إنها أموال غنيمة وفيء، هو عارف أساسا يعني هو عارف إنها أموال غنيمة وفيء، ولكن جاي هنا واكل مستهبلة، قبل ما يدخل هنا واكل مستهبلة مفكر إن الموضوع يعدي عليا. ربنا يهديك يا شيعة. هي قصتنا كلها في الآية الخمس، احنا قصتنا كلها مش في الغنائم ولا الفيء، احنا قصتنا كلها من أين أتيتم بدليل على أن الخمس يؤخذ من المسلم، على أن الخمس يؤخذ من المسلم. هل يا أخوانا بالله عليكم دي خامس حلقة، هل سمعتم واحد جاب دليل أن الخمس يؤخذ من المسلم؟ جاب دليل واحد أن الخمس يؤخذ من المسلم؟